السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب صف ثاني متوسط مدارس معالم التربية الأهلية، اليوم إن شاء الله بندرس الحوادث المركبة. والحوادث المركبة هي درس من دروس الإحصاء. يقول لي إذا لاحظت الشكل التالي، عندي كم صورة؟ عندي 3 ولد و2 بنت. يقول لي إذا سحبت ورقة فما احتمال أن تكون ولد؟ طبعا احنا متفقين تو عدين، الأولاد كانوا 3 والبنت كانوا 2، يعني النواتج كلها 5. يعني هحط تحت 5 وأحط فوق 3 لأن الولد ب3، يعني 3 على 5، يبقى عدد الأولاد ب3 والمجموع ب5، يبقى الاحتمال 3 على 5. طيب إذا سحبت ورقة فما احتمال أن تكون بنت؟ البنت 2، يعني الاحتمال بيكون 2 على كام؟ على 5. يقول لي إذا أعدنا الورقة وسحبت، هل يتغير احتمال أن تكون ولد؟ يعني أنا الحين سحبت الورقة وطلعت ولد، بعد ما سحبت وخلصت شلت الورقة ورجعتها تاني، يعني المجموع كده تغير ولا ما تغير؟ نفس المجموع ب5، يعني ما يكون عندي تغير في الايه؟ في النواتج، فما يكون عندي تغير في الايه؟ في الاحتمال اذا سحبت للمرة الثانية ولد، لأنه لا يزال عدد الأولاد ب3 والمجموع ب5. طيب الحالة الثانية، لو أنا ما أعدت الورقة، إذا لم نعد الورقة، يعني أنا خلاص سحبت الورقة الأولى ولد، ما رجعت الورقة ثاني، هل المجموع في المرة الثانية إذا جيت أسحب نفسه ولا تغير؟ أكيد تغير، لأن أنا سحبت ورقة في البداية وما رجعتها، يعني المجموع كان في الأول 5، في المرة الثانية لما أسحب هيكون كام؟ 4. تمام؟ يبقى أنا الحين إذا جيت أسحب في المرة الثانية هيتغير الاحتمال؟ إي نعم، هيتغير النواتج، فبالتالي هيتغير الإيه؟ الاحتمال. ليش؟ لأن عدد الأولاد أصبح 2 والمجموع 4. طب يا أستاذ الأول كان الأولاد بكام؟ كانوا 3، بس في واحد خلاص سحبته في المرة الأولى وما رجعته، فاللي باقي لي في الأولاد 2 فقط، يبقى يصبح الاحتمال الجديد بكام؟ طبعا الولد هيكون 2 والنواتج كلها ب4، يعني الاحتمال 2 من 4، يعني نص. يقول لي أعلن محل الملابس الرجالية عن إمكانية الحصول على جوارب مجانية عند شراء الزبون لإحدى القطع من الجدول المجاور، ما احتمال شراء الثوب وما احتمال الحصول على جوارب حمراء؟ أول شيء، الثوب في العمود اللي هو حق نوع القطع، إذا عديتهم هلاقيهم كم؟ 6. الثوب موجود كم مرة؟ مرة واحدة، والنواتج كلها 6، يبقى الاحتمال ب1 من 6. طيب بالنسبة للجوارب، عندي كم نوع من الجوارب أو كم لون؟ 3. طب الأحمر موجود كم مرة؟ مرة واحدة، يعني الاحتمال ب1 من 3. طيب ما ناتج ضرب الاحتمالين في السؤال الأول؟ يعني أنا الحين لو ضربت الاحتمالين في بعضها يعطيني كم؟ 1 من 18. 1 على 6 ضرب 1 على 3، أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام يعطيني 1 على 18. يقول استعمل الرسم الشجري لتحديد احتمال أن يشتري الشخص ثوبا ويحصل على جوارب حمراء. فالرسم الشجري طبعا احنا اخذناه في درس سابق، هذا العمود الاول حق القطعة، العمود الثاني حق لون الجورب، القطعة عندي كم اختيار؟ عندي 6، والجوارب عندي 3، احطها مع كل اختيار من العمود الاول، مع الثوب مع الغطرة مع العجال مع اللباس الرياضي مع الحذاء مع القميص، اعرف انا اصلا من مبدأ العد الاول 6 والثاني 3 اذا ضربتهم في بعض يعطيني 18. يقول لي احتمال ثوب وجورب احمر، انا عرفت الحين النواتج كلها 18، ثوب وجورب احمر، اذا نظرت الرسم الشجري الثوب وجورب احمر هو خيار واحد فقط ما في غيره، يبقى الاحتمال هيطلع بكم؟ 1 من 18، يعني 1 على 18. يقول لي تمثل
عملية شراء القطعة واستلام الجوارب المجانية حادثة مركبة. وش هي الحادثة المركبة؟ الحادثة المركبة تتكون من حادثتين بسيطتين أو أكثر. يقول لي بما أن لون الجورب لا يعتمد على نوع القطعة، يعني الاثنين منفصلين تماما، هذه ما لها دخل في هذه، فهذه تعتبر حادثة مستقلة، لأن الحادث الأول إذا سحبته ما يأثر في الحادث الثاني، فبالتالي هو حادث مستقل. في الحوادث المستقلة لا يؤثر ناتج إحدى الحوادث في الحوادث الأخرى. كيف أحسب الاحتمال في الحوادث المستقلة؟ يقول لي نجد احتمال حادثتين مستقلتين بضرب احتمال الحادثة الأولى في الاحتمال للحادثة الثانية، يعني احتمال ألف وباء عبارة عن احتمال الألف ضرب احتمال الباء. إذا تم اختيار إحدى بطاقات الأحرف وتدوير مؤشر القرص، بطاقات الأحرف إذا نظرت هنا يا شباب كم ناتج؟ 7 نواتج. طيب القرص كم قطاع؟ فيها كم حرف؟ فيها 6 أحرف. فما احتمال أن يكون الناتج على كل منهما حرف علة؟ طبعا بداية حروف العلة، وش هي حروف العلة؟ حروف العلة عندك أخذتها في اللغة العربية 3 حروف. إيه هي حروف العلة الثلاثة؟ الواو والألف والياء. الواو والألف والياء، هذه الحروف الثلاثة حروف علة. طيب هل إذا سحبت من المؤشر أو المؤشر هيوقف على حرف معين وسحبت بطاقة، هل الحادثة الأولى بتأثر على الحادثة الثانية؟ طبعا لا، يبقى دي بسميها حوادث مستقلة. احتمال اختيار بطاقة تحمل حرف علة، بطاقة تحمل حرف علة، يبقى أنا هروح لجهة اليسار للبطاقات ما أروح للقرص. حرف العلة أشوف النواتج كلها احنا قلنا أنها 7، وحروف العلة اللي موجودة عندك كم حرف؟ 2 اللي هي الواو والألف، يبقى أنا عندي حرفين من 7. طيب دي كده بالنسبة للبطاقات. طب شوف المؤشر، المؤشر احنا قلنا فيه 6 قطاعات أو 6 حروف، كم حرف علة؟ حرفين اللي هم برضو الواو والايه والالف، يبقى حرفين من 6، يعني 2 على 6 يعني تلت. احتمال كلاهما حرف علة، يبقى بالقاعدة اللي تو جايلها هضرب الاحتمال الاول في الاحتمال الثاني اللي هو 2 على 7 ضرب 1 على 3 هيعطيني 2 على 21. يقول لي احتمال كلا الحرفين ألف، يعني في المرة الأولى الحرف ألف وفي المرة الثانية الحرف ألف. في المرة الأولى في المؤشر عندي النواتج 6 والألف موجود مرة واحدة، يعني احتمال وجود الألف في المؤشر القرص 1 من 6، وبالنسبة للبطاقات الألف برضو موجودة مرة واحدة والنواتج بـ7، يبقى 1 على 6 ضرب 1 على 7 هيعطيني 1 على 42. احتمال الحرفين متماثلين، يعني ايه احتمال الحرفين متماثلين؟ يعني في المرة في المؤشر ألف وبرضه في البطاقة ألف، أو المؤشر باء يعني في البطاقات برضه باء. فهقول هنا النواتج اللي ممكن كلها، طبعا المؤشر 6 والبطاقات 7، يبقى النواتج كلها 42. طيب تعال ما نشوف الحروف المتماثلة، والله ممكن يكون من المؤشر ألف ومن البطاقات ألف، يبقى كده 1. المؤشر باء البطاقات باء، كده 2. جيم وجيم، يبقى كده 3. واو في المؤشر واو في الايه في البطاقات، يبقى كده 3. سين في المؤشر وسين في البطاقات، يبقى كده 4. صاد في المؤشر وصاد في البطاقات، كده كام؟ 5. في المؤشر ألف في البطاقات ألف، يبقى أنا كده عندي 6. ما عندي شيء ثاني، يبقى الاحتمال هيطلع بكام؟ احتمال حرفين متماثلين، عندي 6 نواتج فقط من النواتج الإجمالية اللي هي كام؟ 42، يعني الاحتمال بيساوي 6 على 42. بسطها في أبسط صورة، قسم فوق على 6 وقسم تحت على 6 يعطيني 1 على 7. يقول لي استعمل أو استعمل مكعب أرقام وقرص دوار مقسم إلى 5 ألوان متساوية، 5 ألوان أحمر أصفر أزرق أخضر بنفسجي،
فما احتمال أن يشير مؤشر القرص إلى اللون الأزرق ويظهر الرقم 3 أو 4؟ أول شيء اللون الأزرق، طبعا هو مقسمها للخمس ألوان، يعني النواتج في المرة الأولى 5. طب اللون الأزرق موجود كم مرة؟ ما في شيء يتكرر يعني مرة واحدة، يبقى 1 من 5. طيب الرقمين 3 و4 هم رقمين، والنواتج كلهم ها كام في مكعب الأرقام؟ مكعب الأرقام فيه 6، مرتب من 1 إلى 6. يبقى عندي الاحتمال في مكعب الأرقام 2 من 6، لأن عندي 3 و4، يبقى 2 من 6. لو بسطتها في أبسط صورة هتطلع 1 على 3. اضربها في الاحتمال الأول اللي هو كم؟ 1 على 5، يبقى 1 على 5 ضرب 1 على 3 هيعطيني 1 على 15 اللي هي جي. يبقى أنا هنا جبت المؤشر الأزرق 1 على 5، الرقمين 1 على 3، يبقى احتمال وقوع الحادثين معا اضربهم في بعض يعطيني 1 على كم؟ على 15. يقول تتطلب لعبة اللي هي لعبة إلقاء مكعبي أرقام لتحريك قطعها، فما احتمال ظهور أحد الرقمين 2 و4 على المكعب الأول وظهور الرقم 5 على المكعب الثاني؟ لاحظت هنا يا شباب 2 و4 موجودة كم مرة؟ مرتين، والنواتج كلها 6. يبقى الاحتمال في الأول 2 من 6. طب المكعب الثاني الرقم 5 موجودة مرة واحدة، يبقى 1 من 6. يبقى لما اجيب الاحتمال ظهور احد الرقمين وظهور الرقم 5، يبقى اضربهم في بعض يعطيني 2 على 36 في ابسط صورة، يعني 1 على 18. ناخذ اخر شيء اللي هو الحادثتين غير مستقلتين. غير مستقلتين يعني بيؤثر احدهما على الاخر عكس اللي راح، يعني اذا تاثر ناتج إحدى الحادثتين بناتج الحادثة الأخرى فإن الحادثتين تكونان غير مستقلتين. طب كيف أحسب الاحتمال؟ قال لي برضو نفس الكلام، احتمال ألف أو باء، احتمال الألف والباء هو يساوي احتمال الألف ضرب احتمال باء بعد الألف. بعد الألف يعني هنا احتمال الألف هيأثر على احتمال الايه؟ الباء. يبقى هضرب برضو احتمال الأولى في احتمال الثانية مع مراعاة التغيير اللي هيحصل. يقول لي يوجد في سلة فواكه 4 برتقالات، 7 موزات، 5 تفاحات. اختار مازن حبة فاكهة عشوائيا، واختار محمد أيضا حبة فاكهة عشوائيا. يعني مازن خد حبة فاكهة وبعده جاء محمد خد حبة ايه؟ فاكهة. طبعا محمد مازن خد حبة الفاكهة في البداية هياكلها، يعني ما هي براجعة تاني للطبق، ومحمد برضو خد حبة الايه؟ الفاكهة هياكلها، يعني برضو ما هي براجعة للطبق. يعني مازن هيأثر على محمد عند الاختيار، يعني مازن الآن لما يجي ياخد حبة فاكهة من الايه؟ من الطبق. الطبق أصلا فيه كم حبة؟ 4 برتقال و7 موز، يبقى كده 11 و5 تفاح، يعني كده 16. هو خد واحدة، يعني باقي في الطبق بعد ما أخذ الواحدة 15. يعني هل مازن أثر على محمد ولا ما أثر؟ أكيد أثر. مازن كان قدامه 16 حبة، محمد لما جاي يختار كان قدامه 15. يقول لي بما أنه لم يتم إعادة حبة الفاكهة الأولى فإن الحادثة الأولى تؤثر في الحادثة الثانية، وبالتالي نقول عليها حادثتين غير مستقلتين. احتمال الأولى تفاح، أشوف التفاح كم تفاحة؟ 5، والنواتج كلها 16، يبقى 5 من 16. طيب محمد ها يقول لي احتمال الحبة الثانية تفاح، طبعا التفاح انت خدت المرة اللي قبل كده كان التفاح، يبقى التفاح بدل ما هو كانوا 5 هيقل لواحدة علشان انت سحبت واحدة قبل كده، يبقى 4 من 15. ليش 15؟ لان انا سحبت في المرة الأولى واحدة، هم كلهم كانوا 16، لما اسحب واحدة يبقى باقي 15. احتمال الحبتين تفاح، يبقى اضرب الحادثة الأولى في الحادثة الايه؟ الثانية، يبقى أقول 5 على 16 ضرب 4 على 15، بسط هيطلع الناتج 1 على كم؟ على 12. يقول لي يوجد في سلة فواكه، نفس السؤال،
طلب مني اكثر من مطلوب. اول شيء احتمال حبتا موز، يعني المره الاولى موز والمره الثانيه موز. هعد الموز، الموز عندي قال لي كام؟ 7. النواتج كلها 16، يبقى هقول 7 من 16، وفي المره الثانيه ما تكون 16 اللي في الطبق، هيكون كام؟ 15. طب الموز هو سحب مره قبل كده، يعني هيكون 6 من 15. يبقى الموزة الأولى 7 من 16، المرة الثانية هيكون 6 من 15. يبقى احتمالهم الاثنين مع بعض، احتمال حبتها موز أضرب 7 على 16 في 2 على 5 يعطيني 7 على 40. السؤال اللي بعده يقول لي احتمال حبة برتقال ثم حبة تفاح. طبعا لما تسحب حبة برتقال كان في الأول الطبق فيه 16، البرتقال كام؟ 4، يعني 4 من 16. أبسطها في أبسط صورة هتطلع 1 على 4. طب احتمال الحبة الثانية تفاح، طبعا الطبق انت سحبت منه مرة واحدة قبل كده، ها يبقى 16 هتصير 15. طيب هو المرة الثانية تفاح، هل هي نفس المرة الأولى ولا تغيرت؟ لا، نوع الفاكهة تغير، يبقى تشوف التفاح ما زال موجود عندك كام تفاحة؟ 5 تفاحات، لأن ما سحبت منهم قبل كده شيء، يبقى 5 من 15. طيب بسطها في أبسط صورة يعني 1 على 3. طيب احتمال حبة برتقال ثم حبة تفاح، يبقى هضربهم الاثنين في بعض، 1 على 4 ضرب 1 على 3 يعطيني 1 على 12. يبقى أنا كده خدت الحوادث المستقلة والغير مستقلة، وبكده نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.